أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأشياء التي توزن يوم القيامة ثلاثة؟ العمل والعامل والصحائف والسجلات؟ نعم، هو كذلك يوزن العمل والعامل ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، والصحائف التي فيها الأعمال ما يبتوزن الصحائف وحدها، الصحائف اللي فيها العمل، الكتابة، كتابة الملكين فيها الحسنات والسيئات، أما أنها توزن مستقلة لا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.